روسيا اللاعب السياسية للأمم المتحدة بالتحقيق في استخدام الكيماوي قرب حلب مخيبة، وننتظر توضيحات من تركيا حول ضبط مسلحين على أراضيها من النصرة بحوزتهم غاز السارين. طلع على كثير من الأوقار لهم. بواسل قواتنا يحكمون الطوق على الإرهابيين بعد استعادة الجوادية في القصير ويسجلون تقدما كبيرا في ريف دمشق. أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية تقر بمقتل أمريكية وبريطانية أثناء مشاركتهما بالقتال في سوريا. والقوات المسلحة العراقية تنفذ عمليات استباقية تقبض خلالها على 54 إرهابيا من القاعدة بينهم أردنيون. مساء الخير.